وسهلا فيكم من جديد كل خميس تنضم زميلتنا من القسم الرياضي سميحة مجدلوية لفريق دنيا دنيا مجموعة من الأخبار الرياضية الاجتماعية يعني أهلا سميحة كيفك؟ أهلا هاي الدخلة الفجائية آه. شفتي؟ <applause> هيك إيه صار معنا هاي الدعسة الفجائية <applause> صباح الخير صباح الخير, <applause> صباح الخير سميحة اشتقنا لك وشو هيك اليوم معك أخبار كثيرة مناح الاخبار يعني اه بدنا ناخذ شيء هيك شوي على تاثير السوشيال ميديا، انت بتقولي لي على كاس امم افريقيا احنا اول خبر رح ناخذه من كاس امم افريقيا، يمكن هو مش تكنيكال ونتائج ومين فاز ومين تاهل بس منتخب المغرب طبعا يعني اكيد كل دوله بكل افرادها بيحضروا المباريات نعم. بلدهم فمن أحلى الشغلات اللي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي كانت مجموعة من الأطفال بالمغرب عم بيحضروا مباراة منتخبهم بس الطريقة اللي كانوا يحضروا فيها المباراة هي اللي لفتت انتباه الكل كانوا مجموعة إذا بنقدر نشوف الصورة كانوا مجموعة من الأطفال قاعدين كلهم متجمعين من الفقر حاطين على جذع شجرة الموبايل وقاعدين عم بيحضروا عليه فهاي الصورة قد ما انتشرت الحاجة أم الاختراع الحاجة أم الاختراع بعدين لاعبي منتخب المغرب وتحديدا الكابتن مهدي بن عطية شاف هاي الصورة وحطها عنده على صفحته على الستوري تبعته بإنستغرام وسأل إنه وين هاي المنطقة بالمغرب وبعتوا لهم شاشات تلفزيون لحتى إنهم يصيروا يتابعوا مباريات كأس أمم إفريقيا عليه يعني. فمبادره كانت كثير حلوه حلوه, حلوة. حلوة. دائما بنحكي عن الحس الوطني اللي بتنمى من خلال الرياضه بالضبط وخصوصا من خلال المنتخبات الوطنيه بالالعاب الجماعيه الشعبيه كيف بيصير في يعني حس وطني عام البلد كلها بتتجمع على حس واحد يعني هذا يعني هذا الشيء بجوز كثير صعب انه نجمع كل اطياف المجتمع على راي يعني ما بتخيل في حدا بيكره منتخب بلاده يفوز اكيد الا بالضبط بيكون آه. متصل مع, مع المنتخب بالضبط فشي كثير مهم بجمع الكل وبيخلي الكل قاعد يشجع وعنده هيك شغف واحد حلو من طيب. المغرب لروما من المغرب لروما. لروما برضو بدنا نحكي عن تاثير السوشيال ميديا وكيف بيقدر يوصل المعلومه او يحقق هدف معين مم. مم. نادي روما هلا يمكن كلنا بنعرف اي نادي لما بيعمل صفقه جديده وبشتري لاعب بنتقل لعنده بيعملوا له فيديو زي فيديو تعريفي انهم يعلنوا عن انتقاله لعندهم نعم <applause> وبنشروا هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن تويتر كمان من اكثر المواقع اللي فيها تفاعل والفيديو عليه بنتشر بطريقه كثير كبيره. شو عملوا حتى يساعدوا مراكز الشرطه انهم يلاقوا الاطفال والاشخاص المفقودين، الفيديو نفسه بقسموه نصين، يعني انت لما تحضري الفيديو هلا رح نشوف واحد، اللاعب بيكون على الشمال تعريف عن شكل اللاعب او مين هو وعلى اليمين زي ما عم نشوف بيكونوا المفقودين مع أسمائهم لحتى ينتشر هذا الفيديو اي حدا بيشوف الفيديو بيشوف حدا من هدول الاطفال ممكن يكون صدفه في اي مكان يبلغ مركز الشرطه فكره حلوه يسهلوا عمليه انهم إن يلاقوهم لانه في متابعه كثير كبيره وزخم يعني على اللاعبين وخصوصا لما يصير في لاعب جديد فكل بالضبط. متابعين وعشاق وجماهير النادي بتطلعوا فممكن هاي المسج توصل للملايين للملايين بطريقة كتير سهلة يعني بيستغلوها سهل بطريقة عمليت حلوة بطريقة إيجابية إيجاد المفقودين نعم. فحلو حلو كيف عم نتطور وعم نبتكر وعم نخترع افكار كتير حلوه يمكن دائما بنقول هيثم انه السوشيال ميديا في إلها تاثير سلبي وتاثير ايجابي فحلو لما دائما انه نطلع افكار تقدر تساعد الناس اللي حوالينا نستثمر السوشيال ميديا او التواصل بطريق الإلكتروني الاجتماعي بطريقه ايجابيه بالضبط نعم. فحلوه الفكره <applause> حلو، طيب في خبر كمان في نادي في نابولي مغير اسمه دعما لنظرية معينة ف... نظرية الأرض المسطحة حلو لسا رجعوا الناس يتناقشوا إنه الأرض كروية ولا الأرض ممكن مسطحة ممكن تكون أرض مسطحة عد آه. من مصلحتهم تكون كروية كروية عشان <applause> نادي نادي كرة قدم عشان نادي كرة قدم، <applause> 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 فالنادي غير اسمه وسمى حاله اف سي فلات إيرث إنه نادي الأرض المسطحة حتى يقدر يقنع كل مشجعينه أو ينشر هاي النظرية بين كل المشجعين عشان يصيروا يحكوا فيها ويقتنعوا فيها يعني ما بعرف كيف الناس بتفكر مرات انه, إنه في علم فلك وفي في كتير علماء درسوا هذا الموضوع انه ليش احنا لسه قاعدين عم نناقش فيه وعم نحاول نثبت عكسه ما هو في معلومات طلعت بتتحض كل المعلومات اللي من قبل هم للاسف طلعوا عملوا جمعيه هم صار عندهم آه. ارتباك وهم صار عملوا جمعيه، جمعيه الارض المسطحه وانه بيطلعوا كتب بيحطوا لك فيها 200 مثلا دليل، عم بقرا هذيك اليوم انه مطلعين كتاب اسمه حتى هم معتبرينها مؤامره <applause> انه مؤامره على الناس لحتى نضحك عليهم ونعتبر انه الارض كرويه <applause> نقنعهم انها كرويه بس الصح انها هي مسطحه وبحطوا لك بهذا الكتاب 200 دليل عشان يحاولوا يقنعونك انه <applause> الارض طيب شو راح مسطح نستفيد لما يقتنعوا انه الارض كرويه؟ وجهه نظرهم هم <تصفيق> ابطال <تصفيق> ولازم يعني يثبتوا انه هم اكتشفوا اكتشاف واخترعوا اختراع <applause> بس احيانا البروباغندا حتى لو كانت سيئه شوفي يعني نحن وين بالاردن وعم نحكي عن نادي في نابولي في نابولي درجه رابعه <تخيلي> يعني حتى انت ما عم تحكي يعني عن نادي كثير مشهور مش أه. هاي البروباجندا الإعلاميه احيانا بتكون يعني مفيده وكثير احيانا كثير كثير انا بعرف انه احيانا بيكون في اختلاق لقصص معينه بس بيكون الهدف منها تسليط الاضواء او, أو بابليشيتي يعني بالضبط زي ما بنحكي كل مره انه كل حدا صار بده ينشهر صار يطلع له شيء مثير للجدل لحتى الناس تعد تتداول او غريب او, أو مختلف فبالنهايه احنا برضه بحس مرات الحق علينا انه احنا بنصير نداول هذا الشيء ونلحق وراه لا هو ممكن يكون مستفز زي في فقره كانت بكرفان اسمها مصادر غير موثوقه مثلا م -م. انا كثير كنت احب اتابع حلوة كانت. هاي الفقره صح. كانت تستفز الـ الـ الاشخاص انهم يبحثوا فكر. عن المعلومه اكثر آه. آه يعني في شيء بنكون احنا تربينا عليه لسنوات ل20 و30 و50 سنه انه هاي المعلومه احنا بنعرفها وبعدين فجاه بتيجي بتغيري أنتي بكلمه وب... فبصير في ناس بتصير تعطيكي ادله فهذا الاشي بخلي بدفشك انه تفكري وتقولي وت... اه والله ممكن ليش لا آه بالضبط, بالضبط. ما هاي هي طيب في شركة معدات رياضية رفعت كثير مشهورة. قضية مشهورة هي مش رفعت قضية هي ولا تحقيق برضو لساتنا بموضوع السوشيال ميديا وتأثيرها السلبي والإيجابي بس هون كان التأثير سلبي كل نادي كل فترة بيطلع كت جديدة اللي هي التيشرت تبعهم بتغير شكله تصميم جديد بيكون فهاي الشركة عملت لفريق أرسنال الإنجليزي تيشرت جديد طلعت كت جديدة عملوا عشان بدهم يروجوا للعلامة التجارية وللكت تبع أرسنال عملوا تول أداة على تويتر إنه أنا بقدر أفوت بالهاندل تبعي اليوزر نيم أستعمل هاي التول عشان مثلا تريت ويت إنه ويلكم هوم هم حطوها للتيشيرت الجديد تمام بس بطلع اسمي أنا أو الإشي اللي أنا بكتبه على التيشيرت فوق الرقم الناس استغلتها للأسف بطريقة سلبية صاروا يحطوا سلوغنز أو شعارات مسيئة وعنصرية فوق الهاد فصار هذا الإشي والمشكلة بأنه هاي الشركة من صفحتها هي في بريطانيا تحديدا صارت تعمل ريتويت لهذا الإشي فالناس انتقدت انه انتم قاعدين عم تعملوا ريتويت لشعارات مسيئه وكانكم عم بتحفزوا على الغلط والعنصريه، فشطبوا كل التغريدات اللي اللي انحطت عندهم وف ولغوا هذا التول، تحس هيك ما بيلبق لنا مرات الاشياء م. الغريبه، لغوا <applause> هذا التول وفتحوا تحقيق مع تويتر بالموضوع لحتى يشوفوا انه كيف هيك صار وليش هيك صار. تمام بجوز كان يعني احيانا آه آه يعني بروجرامينج يعني بيكون البروجرام موجود آه وبيعمل ريتويت لحاله فممكن اه ممكن انه اوتوماتيك هو بالضبط اه بين انتبهوا عليها لانه كثير ناس صارت تبعت لهم انه ايش هذا اللي قاعد عم بيصير عندكم فلغوا هذا التول كله ريحوا راسهم حلو كمان يعني كثير احيانا الاستغلال السلبي لسه ستيل عم نحكي عن الاستغلال السلبي لل للمواقع التواصل الاجتماعي او اي اداه ممكن انها توصلك فبتلاقي مثلا شركه تجاريه معينه او مؤسسه او هيئه ربحيه غير ربحيه وبغض النظر بتطلع بحمله معينه الكترونيه بيكون الهدف منها شيء فجاه بتتحول لشيء ثاني تاني. بسبب انه الناس بتستغلها بطريقه غلط او لأنه او بتشتم او بتغلط او 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 كل شخص على حسب هو كيف كيف بيئته وكيف هو بفكر فهذا الشيء بينعكس على طريقه استخدامه للاداه اكيد بس مرات كثير بيأثر, بياثر على اللي حواليه عموما خلينا هيك نروح لعالم الطفوله والبراءه ونشوف عالم الطفل التحديات الطفل بيلعب كره قدم بايدين بايدين الفيديو

يعني, يعني ما فيش اعاقه غير هون صح, صح دائما هاي الرسائل, الرسائل بتكون للاشخاص الاصحاء اللي دائما بصحتهم وعافيتهم بكونوا عم بيشكوا بتدمروا صح من اشياء صغيره بتلاقي وهاي بنت مش راضيه تروح على الدوام لانه طالعت لها حبه مثلا في حق فوجهها وجهها فبتكون خلص سكرت على باقي يومها وفي اشخاص فيش عندهم رجلين وهيو بتحدى اعاقته عم بيقدر يعمل شيء وبيحقق هدفه فكان شيء كثير حلو حتى قد ما انتشر هذا الفيديو هو قدوته محمد صلاح وبشجع ليفربول فالنادي مع جمعيه تانية آه هو بيلبس بوت آه يعني بحط بوت بايديه عشان لما آه يركض ورا الطابه انه ايديه كمان ما يتجرحوا فبعثوا له يعني ساعدوه بعتوا له الكيت تبعت ليفربول حلو يعني اه فحلو هيك م. هيها جميل. ساعدت السوشيال ميديا جميل. في انها حققت جميل. لطفل حلمه حلو سامي حياك الف عافيه شكرا عفين. في معنا كمان خبر في السوشيال ميديا لسه بنفس تخصصك رياضة أه هاي الفيديوهات بتتداول كثير ومنتشره كتير على اليوتيوب وباماكن مختلفه مواقف طريفه بتصير مع لاعبين كره القدم مع الجمهور مع الحكام مع الحكمات تحديدا في حكمه برازيليه بتحكم في الدوري الاكوادوري سوت حركه كتير لطيفه وخوفت واحد من اللاعبين على اساس انه تعطيه بطاقه صفراء ولكنها طلعت منديل الحركه كانت هيك طريفه وجميله اللي اثارت اعجاب كثير من الناس اللي تابعوها وعلقوا عليها خلينا نشوفها حركة كتير حلوة هي والله أه اللي حلوة هي حلوة هي اللي حلوة <applause> يعني هاي الحكمة مش, مش مضطرة لا تعطي أصفر ولا أحمر ولا إيش هي الشباب <تصفيق> الشباب, <تصفيق> <تصفيق> الشباب <تصفيق> <الجليري> <تصفيق> بس <applause> تحكي له أنا زعلانة منك <تصفيق> <تصفيق 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 <تصفيق>. <تصفيق> <تصفيق> بس انا بجوز ازعل منك بجوز ازعل منك في المباراه الجاي فببطل ببطل هاي الحالة كافيه هي 30 سنه عمرها وكانت بهاي المباراه يعني ضحكت الجمهور كله لانه الكل توقع يعني هي عملتها هيك تريك حسسته انه بدها بده ياخذ بطاقه بطاقه وبعدين طلعت المنديل وهي قاصده يعني عملت حركه كثير حلوه حتى تجذب فيها الناس إلها للمباراة، مادة للسوشيال ميديا بغض النظر. بغض النظر كانت حركة آه. حلوة طريفة <تصفيق> <تصفيق> طيب خلينا كمان نذكر بالدورات اللي تعقد قريباً في أكاديمية رؤيا، في دورة مهمة للي بحبوا إنهم يتدربوا ويتعلموا آليات كيف يعدوا برنامج تلفزيوني ناجح بيقدروا يشتركوا ويسجلوا بأكاديمية رؤية بالدورة الجاية رح تكون هذا الشهر وهي دورة الإعداد التلفزيوني واللي بتعطي فرصة للمسجلين التعرف على واقع العمل التلفزيوني والحلو كمان بأكاديمية رؤية أنه يعني كل اللي بيلتحقوا بالدورات اللي فيها بيجوا بتدربوا باستديوهات حقيقية باستديوهات رؤية بيجوا بيشوفوا البرامج الإعداد الجلري التقديم كيف كله بيتم نعم وفي دورة أخرى كمان دورة الصفات الأساسية للمذيع والمقدم التلفزيوني الشامل كمان فيها بكون تطبيق عملي في استوديوهات رؤية وأيضا بكون في تطبيق محدد لكل النظريات اللي في الإعلام وتحديدا الإعلام التلفزيوني المعاصر يعني صراحة سميحة ونسرين أنا حصل لي الشرف أنه يعني اشتركت في التدريس في الأكاديمية وشفت قديش المستوى المهني واللي كتير عالي وخصوصا أنه ما في في البلد يعني ما فيش يعني ما فيش جهات معنيه بالتدريب العملي لكل مجالات الاعلام صح. بشكل عام سواء اعداد او تقديم او صوت ونسرين كمان انت كمان شاركتي واخذتي دوره دوره مع بعض آه. كثير كانت رهيبه ممتازه كثير استفدنا كثير وبتستفيد وبتتعلم اشياء جديده وبتطور الشيء المهاره اللي موجوده عندك نعم. من الاساس نعم. نعم. فهذا الحلو و... اخذناها مع استاذ فادي مطر فادي مذكر قد ايه كانت مفيده آه. لنا وفعلا اضافت لل... ايه الواحد بيكون عنده خبره واشتغل وكذا دائما بضل لأ. بحاجه انه يطور من اداءه هذا أداؤه. تطوير المهاره اللي بيكون, طبعاً. بيكون موجوده نعم. عند وفي أدب. فرصه حقيقيه يعني انا بعرف من بعض الطلاب اللي شاركوا في الدبلوم الاعلامي الاخير اللي تم تخريجه مؤخرا شاركوا باعداد برامج ظهرت على رؤيه حاليا يعني في برنامج بين قوسين راح يطلع من بعض المعدين هم من الطلاب الاكاديميه طلاب الدبلوم اللي هم كانوا اول مره آه بدرسوا اول مره بيشتغلوا ولكن لموهبتهم يعني تم اختيارهم وشاركوا في اعداد برنامج طلع على الهواء اوريدي يعني خلال بالزبط. شهرين او زميلتنا ما راح. مقداد كمان من اللي تخرجوا من اكاديميه رؤيا وهلا انضمت اخذت دوره اعداد اللي الحلقة حلقه اليوم كمان وهلا انضمت لفريق دنيا يا دنيا هي خريجه كل حد عنده رؤية. مهاره وبيطورها وبتعب عليها اكيد مم. في عنده فرصه بيكون حلو. اكيد حلو كتير طيب وصلنا لنهايه البرنامج شكرا سميحه لوجودك المتالق معنا كل خميس شكرا نسرين كمان لوجودك معنا بتمنى لكم نهايه طيب. اسبوع جميله وصلنا لنهايه دنيا دنيا اليوم يعطيكم العافية، شكراً لكم